نشرت إحدى المجلات الطبية العالمية وهي مجلة أنباء العالم الطبي أن الفيتامينات لم تعد مجرد جرعات تغذية إضافية أو مقويات، بل إنها تعد علاجاً لبعض الأمراض، لكن بشرط ألا تؤخذ بدون وصف الطبيب، ولا يتم تناولها إلا تحت إشراف طبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني. مرحبا بكم في سلسلة ثبت علميا، ومع الحلقة رقم 14 بعنوان: هل تعالج الفيتامينات الأمراض وتعوض النقصان؟ في هذه الحلقة نتناول بالشرح والتفصيل كيف تعالج الفيتامينات حوالي 13 مرضا، منها سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون، كما تعالج الزكام والإعياء وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي، كما أنها تفيد في حالات فقدان الذاكرة والتدخين والكوليسترول والطنين الأذن، وأيضا تفيد في حالات إزعاج الدورة الشهرية والحساسية عند النساء. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 1: الفيتامينات وسرطان الثدي. اكتشف باحثون من جامعة هارفارد أن تناول أغذية غنية بالفيتامين ألف ومن بينها الجزر والشمام والسبانخ يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بعد أن قاموا بتحليل نسب الإصابة بسرطان الثدي بين 87 ألف مريضة، فتبين أن النساء اللاتي كنا يستهلكن أقل من 660 وحدة من فيتامين ألف أظهرن خطر إصابة أكبر بنسبة 20%. رقم 2: الفيتامينات وسرطان عنق الرحم. استنتج الدكتور سات أورس البروفيسور في دائرة علوم التغذية بجامعة ألاباما أن حامض الفوليك يوفر حماية بدرجة معينة ضد سرطان عنق الرحم، لأنه يقلل خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي الذي يترافق بقوة مع سرطان عنق الرحم. الفيتامينات وسرطان القولون. اكتشف العلماء وجود صلة بين خطر الإصابة بسرطان القولون واستهلاك حامض الفوليك، فقد تبين من خلال المقارنة بين مجموعتين: الأولى استهلكت مقدارا قليلا من حامض الفوليك والثانية استهلكت مقدارا كبيرا منه، أن المجموعة الثانية كان تعرضها أقل بنسبة الثلث للإصابة بسرطان القولون. رقم 4: الفيتامينات والزكام. بيّنت دراسات عدة أجراها الدكتور إيلود ديك رئيس معمل فيروسات الجهاز التنفسي بجامعة فيسكونسن أن تناول 500 ميلي جرام من فيتامين جيم 4 مرات يومياً يقلل بصورة كبيرة من مدة وحدة أعراض الزكام. وأظهرت دراسة أخرى أن نص أقراص من التوتياء السكرية بمعدل قد يصل إلى 8 أقراص يومياً، كل منها 24 ميلي جرام، يقلل أيضاً وبصورة كبيرة من مدة وحدة أعراض الزكام. رقم 5: الفيتامينات والإعياء. في دراسة شملت أشخاص مسنين يعانون من الإعياء، أعطى باحثون من جامعة أريزونا دواء عاديا لكل شخص مشارك في الدراسة، ونصف المجموعة تناول أيضا إضافات يومية من الثيامين 10 ميلي جرام وريبوفلافين 10 ميلي جرام وفيتامين ب 16 ميلي جرام، فأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت مجموعات الفيتامينات المذكورة قد أظهرت حيوية كبيرة وتحسنا في وظائف الجسم.
رقم 6 الفيتامينات وارتفاع ضغط الدم. في دراسة أجريت في معهد جورجيا الطبي تناولت 31 شخصا تعرضوا لارتفاع ضغط الدم، أعطي كل منهم جرعات يومية من فيتامين جيم مقدارها 1000 ملي جرام لمدة 4 أسابيع، فلوحظ انخفاض متوسط ضغط دمهم بصورة كبيرة. رقم 7 الفيتامينات وفقدان الذاكرة. تحت إشراف باحثين هولنديين تناول 38 رجلا أصحاء في السبعينات من العمر جرعات يومية من فيتامين B6 لمدة 3 أشهر، وكانت النتيجة أنهم قد أظهروا تحسنا في الذاكرة على المدى البعيد، وذلك مقارنة مع مجموعة مماثلة لهم لم يتناولوها. رقم 8 الفيتامينات والصداع النصفي. اكتشف فريق من الباحثين بمركز نيويورك للصداع أن انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم يسهم في التعرض لآلام الصداع النصفي، ولذا ينصح في هذه الحالة بتناول جرعات يومية منه. رقم 9 الفيتامينات والتدخين. من الأضرار التي تصيب المدخنين أكسدة الرئتين، وقد اكتشف باحثون دنماركيون أن 10 أيام من إعطاء جرعات من فيتامين جيم وهي مضادة للأكسدة تخفف الضرر في رئتي المدخنين بنسبة نحو 50%. رقم 10 الفيتامينات وإزعاج الدورة الشهرية. قام باحثون بتقييم أعراض الطبث لعشر نساء ذوات دورات شهرية عادية، وبعد ذلك وعلى مدى 6 أشهر أعطيت 5 نساء جرعات يومية من الكالسيوم 587 ميلي جرام والمنجنيز 1 ميلي جرام، في حين أعطيت الأخريات جرعات أكبر من الكالسيوم 1336 ميلي جرام والمنجنيز 6 ميلي جرام. وكانت النتيجة أن النساء التي تناولن الجرعة الأكبر من المعدنين قد شعرن بألم وكآبة أقل بصورة ملحوظة. رقم 11 الفيتامينات والحساسية. اكتشف العلماء أنه عندما يفرز الجسم مادة الهستامين تكون النتيجة طفحا جلديا، ولهذا السبب توصف مضادات الهستامين لمعالجة الحساسيات. وفي إحدى الدراسات الاختبارية أعطى باحث في جامعة أريزونا مجموعة أشخاص خالية من الحساسيات جرعة إضافية يومية من فيتامين جيم 2000 ميلي جرام، فانخفض إفرازهم من الهستامين بنسبة 38%. رقم 12 الفيتامينات والكوليسترول. في دراسة أجريت في قسم أمراض القلب مستشفى مايو بولايت من وسط الأمريكية، أخضع 47 رجلا و7 نساء لبرنامج إعادة تأهيل تضمن نظاما غذائيا عاديا وتمارين رياضية، وأخضع 55 رجلا و8 نساء للبرنامج ذاته مع إضافة 2000 ميلي جرام من النياسين يوميا، وبعد 7 أشهر لم يظهر أي تغيير في نسبة الكوليسترول على مجموعة التأهيل العادي، في حين أظهرت مجموعة الفيتامين التي أعطيت النياسين يوميا انخفاضا بنسبة 9%، لكن الدراسة تنصح بضرورة تناول النياسين تحت إشراف طبي حيث يمكن أن يتسبب في تأثيرات جانبية ضارة منها تليف الكبد. رقم 13 الفيتامينات وعلاج طنين الأذنين. تبين أن احتمالات انخفاض مستويات فيتامين B12 في الدم أكبر بكثير لدى المصابين بالطنين، ولذا فقد أدى تناول جرعات فيتامين B12 إلى تخفيف آلام هذا العرض.